السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ أم فايزة. اليوم غادي نوريكم طريقتي الثانية ديال لي تارتوليت أو فريز، سريعة في التحضير وبمكونات بسيطة وما كتاخدش بزاف ديال الوقت، وممكن تعوضوا لي فريز بأي فاكهة، يعني سواء البنان الكيوي الفاكهة كتبقى اختياريه. غادي نبداو بالمقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده وكاس ديال السكر السنيده. شوية الملحة غادي نخدم الزبدة ديالي مزيان حتى تذوب ليا سنيدة تقريبا. غادي نضيف بيضة واحدة ديال العنبة من الزيت. دقيق على حساب الخليط، ما ديروهاش يعني جاريه وما ديروهاش رطبه بزاف، من الاحسن تجي العجينه شويه ناشفه باش منين كطيب وكدير عليها يعني ديك لا كريم باتيسير كتجي رطبه وكتجي هشيشه. كنزيد الدقيق تدريجيا، ما كنديروش في دقه واحده حيت على حسب النوعيه ديال الدقيق. Thank you.
بعد ما وجدت ليا غنغطيها بواحد بلاستيكه ونبدا نهز بشويه بشويه وغنحلها بالدلاك. درت بلاستيكه من التحت وغادي ندير بلاستيكه من الفوق، يعني تماما يعني بحال لي صابلي ونبدا نحل بالدلاك وغادي نبدا نحل بشويه بشويه باش نحاول على العجين، حيت ما دلكتوش ولاباط يعني كتجي فرتته. نخليت على هاد السمك هذا، يعني اللي ما عندهاش القطاعه تقطعي اما بالجراره او لا بالزلافه يعني مباشره. انا هنايا قطعت بالجراره يعني تماما بحال يعني بحال دوك اللي تاخذوا اللي كنت وريتكم من قبل ما فيهمش الزيت. غنكمل هكا يعني غنكمل يعني على هاد لاباط هادي من بعد وغادي نرجع لكم. انتما كتشوفوا هنايا هاد السمك هذا، يعني ما درتهاش رقيقه بزاف وما درتهاش غليظه. من الاحسن قطعوها بزلافه مباشره يعني بلا ديك الجراره، كتجيني لاباط مفرتته ما كتجينيش مجموعه مزيان من الجوانب. ولو تشوفوها هكا مفرتته راه ما تخافوش منها، راها كتجي هشيشة وكتجي هائلة، كتجي زوينة بزاف في الماكلة ديالها، كتجي رائعة. ولو ديروا فيها الطحين يعني شوية اكتر من القياس ما تخافوش منه، غير العجينه ما تدلكوهاش ما تدلكوهاش نهائيا، ما تدلكش نهائيا، خليوها مفرتته، جمعوها غير بالدلاك يعني بحال هاد الشكل هذا. انا هنايا ما بغيتش نقطع يعني لا فيديو باش يعني باش تشوفوا يعني جميع لي ديتاي. يعني تبعوا هاد الطريقه هادي، ديروا يعني بلاستيكه من تحت بلاستيكه من الفوق، ما تخافوش منها نهائيا، ولو تشوفوها مفرتته او قاصحه ما تدلكوهاش ما تدلكوهاش نهائيا، راه الدليك كيكون خايب بالنسبه للصابلي، كيجي قاصح وكيجي يعني كيجي من فوق، كيجي المذاق ديالو ماشي بحال كتخليه هكا.
البنات انا قطعتها بزلافه، جات لي احسن من ديك الجراره كيف كتشوفوا، جاتني مجموعه جاتني زوينه يعني احسن. انا في هاد التالي هذا غنكمل يعني على هاد الشكل هذا بلا جراره بلا والو، يعني هاد الطريقه هادي بالنسبه يعني حتى الناس اللي ما عندهمش دوك القوالب واللي ما عندهمش قطاعات. غنكمل على هاد الشكل هذا ومن بعد يعني غنتقوم بالفرشيطه وغندخلهم الفرن. درتهم في صفيحات الفرن وكنتقوم واحد شويه بالفرشيطه باش دغيا يدخلهم الطياب. غنتقوم كاملين
هو السمك ديالها، ما كنديرهاش رقيقة وما كنديرهاش غليظة.
بعد ما كملت لاباط ديالي انا غندخلها للفرن، سخنتو من قبل، غندخلها تحمر مزيان وغادي نرجع لكم باش نشوفوا الشكل ديالها. يعني بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها. انا عندي الفرن ديالي شويه بشويه ما كيطيبش من الوسط، غنرجعها يعني باش طيب من الجهه الاخرى، ودوك اللي طابوا غنحيدهم. بعد ما تحمروا هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو محمرين بنينين زوينين. ما درتهمش كبار بزاف وما درتهمش صغار بزاف، يعني درت لهم يعني شكل حلو، يعني شكل متوسط. دابا غنشوفوا يعني الطريقه ديال الكريم باتيسير. عندي هنايا جوج معالق ديال مايزينا وشويه ديال الملحه وربعه المعالق كبار ديال سنيده، وعندي السيترو، وعندي السيترو ديال الحليب، وعندي جوج بيضات. كسرونا غادي ندير سنيدة. وشوية د الملحة وجوج معالق كبار نتاع لمايزينا. وجوج بيضات كاملين. نخلط هاد العناصر مع بعضها، ومن بعد عاد نبدا نضيف الحليب تدريجيا. نبدا نضيف الحليب تدريجيا بشويه بشويه. من بعد غنديرها على نار مهيله، نار هادئه، ترجمة نانسي قنقر.
بدات كتقال شويه. الكريم بدات توجد ليا، غنطفي عليها النار ونبدا نحرك. غنخليها تبرد، من بعد عاد نستعملها. ما غاديش نستعملها وهي مازال سخونه. بعد ما بدات ليا لا كريم ديالي، غنزوق بها دوك لي تارتوليت. الى عندكم جيب حلواني من الاحسن، الى ما كاينش ماشي مشكل، ديروا لا غير بحال هكا، يعني غير بملعقه. مقطع لي فخيز من قبل، وكيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. ممكن تعوضي لي فخيز بالكيوي او لا البنان، كيجي الطعم ديالهم بنين مع لكريم باتيسير. التزيين كيبقى اختياري. انا غنكمل هكا يعني على هذا الشكل هذا، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي. Thank you.
والشكل ديالهم النهائي كيجيو زوينين اقتصاديين. كنتمنى البنات الى عجبتكم الوصفه ديروا ليا جيم وخليوا ليا ابوني وبصحه والراحه.